وقال صالح ابن محمد جزرة وأبو حاتم صدوق. صالح جزرة ده على فكرة من الطبقة المتوسطة كمان، وهو صالح ابن محمد، سموه جزرة لحكاية. وحاكم المحدثون ربنا يعافيكم منهم، إذا مسكوا واحد له لقب لا يتركونه أبدا، بل ساعات يلزقوا له لقب كده، طبيعة المحدثين يعني. صالح بن محمد لقب بجزرة، وهو الحقيقة بلقبه أشهر يعني. في كتب الجرح والتعديل يقول لك وقال جزرة، وحسب ما يجيبش اسم، أو قال صالح جزرة. كان مرة بعض المشايخ يملي أحاديث، فكانوا وقفوا عند حديث الخرزة، وإما أنه قطع التحديث وتاني مرة هيكمل، أو أنه قطع التحديث وساق كلاما آخر ثم رجع إليه الحديث الذي وقف عنده. وبعدين قال لهم إحنا كنا فين بقى، وقفنا فين؟ فصالح ابن محمد قال كنا عند حديث الجزرة، مسكوا هلوة، يبقى صالح جزرة. طبعا هو صحفها، وحديث الخرزة صحفها وخلاها إيه؟ وخلاها جزرة. فدي ألقاب، والمحدثون لأجل هذا صنفوا كتبا في الألقاب، في الألقاب، زي مثلا سختوية، نفطوية، زنجوية، ها، سموية، أو نفطوي، زنجوي، سيموي، يعني جماعة الايه النحاة والمحدثون. النحاة يقولون وي، أما المحدثون يقولون أوية. إسحاق ابن راهوية، المحدثون هكذا إيه ينطقونها، أما أهل اللغة فيقولون إسحاق ابن راهوي. وقد أنشدوا في إيه في هذا أشعارا لضبط هذه الكلمة. أوية مثلا أنشدوا، أو أنشد بعضهم، وكان يكره نفطويه، نفطوية أو نفطوية ده كان إماما لغويا كبيرا، وكان في ناس بيكرهوه كده. فواحد إيه كتب أشعارا يذم نفطوية، فقال رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل، فقال أبلغ ولدي كلهم من كان في أبلغ رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل أبلغ ولدي كلهم من كان في جبل وفي سهل بأن حواء أمهم طالق إن كان نفطوية من نسل. ها؟ أو يعني أنشدوا لي الأبيات دي عشان أوية، اللي هو إيه إنك أنت تسلك مذهب المحدثين في هذا. والذين قالوا ويه برضو واحد شتم نفطوية برضو مسكين، قال من سره أن يرى فاسقا ألا يرى فاسقا، من سره ألا يرى فاسقا فليجتهد ألا يرى نفطويه، أحرقه الله بنص اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. ها؟ ما هو نفط بنزين يعني جاز سولر. ها؟ نفط ويه 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 يا لهوتي يعني. ها؟ يعني أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. فهو دي بتبقى زي ألقاب المحدثون، علشان خاطر بقى يضبطوا هذه الألقاب عملوا كتب في المسألة دي. ومن أقرب الكتب إلينا كتاب نزهة الألباب في الألقاب. وطبعا الألقاب دي فيها أحيانا اللي ما يكونش عنده كتب دي ما يعرفش اسم الراوي، يعني لو لقيت في إسناد من أسانيد مثلا حدثنا غندر، الجماعة المشتغلين بالحديث يعرفوا غندر، أو حدثنا بندار،
برضو المشتغلون يعرفون بندار، لكن أي واحد مبتدئ في الحديث ما يعرفش لا مين من بندار ولا من غندر. بندار اللي هو محمد بن بشار شيخ البخاري ومسلم، وإنما لقب ببندار بندار الميزان، يعني رجل ضابط حافظ، الرواية عنده زي الميزان، أو من حصل علم شيوخ بلده ثم أخذ علم الإيه الآخرين. غندر اللي هو محمد بن جعفر شيخ الإمام أحمد وشيخ محمد بن الشربر، هو محمد بن جعفر من أوثق الرواة عن شعبة، الذي لقبه بغندر ابن جريج. ابن جريج المكي كان محمد ابن جعفر غلباوي بالتعبير بتاعنا، تكلم كتير ويعمل هيصة كده في، فكان كل شوية ابن جريج يقول له اسكت يا غندر. غندر أي المشاغب بلغة أهل الحجاز، المشاغب، اجلس يا مشاغب. خلاص طالما سماه غندر لقبه بغندر إيه، فصار إيه الرواة يقولون غندر. ولكن سبحان الله الإمام أحمد ما كان يحدث، ما كان يقول غندر أبدا، يقول حدثنا محمد بن جعفر. ليه؟ لأن كلمة غندر المشاغب يعني لقب مش كويس فالإمام أحمد كان يعني وارعا جدا في التحديث عن هؤلاء العلماء. فدي إيه؟ فدي الذي صالح جزرة، والذي ساقنا إلى إيه؟ إلى إعطاء طرف من الألقاب عند المحدثين.